أعلنت وزارة الصحة عن تقييد قافي دخول الوافدين الأجانب من بعض الدول إلى إشعار آخر، وذكرت الوزارة أنه تقرر تمديد إيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من دول الصين وإيران، وإيقاف دخول الوافدين الأجانب بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلى إشعار آخر من دول تايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وسنغافورة، كما دعت إلى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة 10 أيام.